شيلة بمناسبة حصول الابن مهنا بن عبد العزيز المهنا على شهادة الدكتوراه إهداء من أمك سارة أم مهنا. يا بيوت الشعر نبغى لنا قاف جديد من جزيل القافية رقال روس طوالها في مدح حرن يجيب الجزيلات ويصيد يمنع استخدام أبو عبد العزيز والسمان طالة أبو عبد العزيز والسمان طالها يا بيوت الشعر نبغى لنا قاف جديد من جزيل القافية قال روس طالها في مدح حر يجيب الجزيلة ويصيب أبو عبد العزيز نال السمان طالها يوم حاز الدكتورة إن هذا يوم عيد من عقب طول السنين الشهادة فلسفة التربية الخاصة مجالها أكيد تشهد أمريكا بعلوم من جزيلة طالها العزيمة والإرادة وعزم من حديد حازم هنا كل جاز له سنين وطالها فيك يا الدكتور ناثر ونتبه ونشيد وانت رمز الطيب والجود فخر جالها يا أنس من يهدم الطيب فاليوم العسير عبد العزيز النيلي تقيلة شالها والنعم فخوك مهند عضيدك فالمسير الصعيدة لا بغاها يفد بالها من ذوي زيد النشار ما ويا نعم العشير الرجال اللي تنوش السما بقالها في كتب خرمتوك قلبها لجلك سعيد أم مهنا وتدعي الله لك بيالها والتهاني من خواتك بأبيات القصير النجوم اللي تزين السماء إقبالها زوجتك أفراحها كبرها الكون تزيد الأصيل اللي مديل البدر بتصالها يا بيوت الشعر نبغى لنا قاف جديد من جزيل القافية رقال روس طالها في مدح حر يجيب الجزيلة ويصيب أبو عبد العزيز نال السماء طالها يوم حاز الدكتورة فلسفات التربية الخاصة مجالها أكيد تشهد أمريكا بعلوم من جزيلة طالها العزيمة والإرادة وعزم الحديد حازم هنا كل جاز له سنين وطالها فيك يا الدكتور ناثر ونتبه ونشيد وانت رمز الطيب والجود فخر جالها يا أنس من يهدم الطيب فاليوم العسير عبد العزيز اللي جد ثقيلة شالها والنعم فخوك مهند عضيدك المسير الصعيدة لا بغاها يفك بالها من ذوي زيد النشار ما ويا نعم العشير الرجال اللي تنوش السما بقالها فيك تفخر امك وقلبها لجلك سعيد ام مهنا وتدعي الله لك بليالها والتهاني من خواتك بابيات القصير النجوم اللي تزين السماء بقبالها زوجتك أفراحها كبرها الكون تزيد الأصيل اللي مثيل البدر بتصالها للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021